أيضا يتحدث البعض عن خلاف بين مصر والسعودية حول طبيعة العمليات العسكرية في اليمن، بمعنى أنه بيقول البعض أن مصر مثلا ترفض القيام بعمليات عسكرية على اعتبار أنه قد تؤدي إلى قتل مواطنين يمنيين أبرياء، وتأخذ موقفا مختلفا، يعني هي تقوم بعمليات عسكرية محدودة جدا. هل هذا ينم عن خلاف في الموقفين؟ دعني أفاجئ من طرح هذا الطرح وهذا الكتابات بأنه مصر تشارك في العمليات الجوية. القوات الجوية المصرية هي جزء من قوات التحالف، وبالتالي من يقول هذه المقولة لديه قصور في المعلومات. يعني مصر تنفذ طلعات جوية بطائراتها. نعم. وبطياريها. نعم. دولة مصر الشقيقة تشارك في مجالين، تشارك في العمليات البحرية في فرض الحظر البحري على المياه الإقليمية اليمنية، وتشارك في الطلعات الجوية، هي جزء من القوات الجوية. ولكن هذا لا يعني أن كل أن القوات التحالف تقتل المواطنين الأبرياء، هذه مقولة يعني غير منطقية. أنه ليس في الأساس كان في خطة التحالف إدخال قوات برية داخل اليمن.